حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. يواصل 250 طالب وطالبة في برنامج الجسر الأكاديمي دراستهم والتي تستمر لمدة سنة والذي صمم خصيصا لخريجي الثانوية العام. نتابع وياكم التفاصيل من خلال التقرير التالي. برنامج الجسر الأكاديمي أحد مراكز مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهو بمثابة برنامج تحضيري ريادي لما قبل الجامعة يعزز مهارات طلاب الثانوية وخلفياتهم التعليمية وتطوير مهاراتهم الشخصية وتهيئتهم للانضمام والدراسة مستقبلاً في جامعات المدينة التعليمية النوعية وجامعات العالم التي تعتمد اللغة الإنجليزية في التدريس. برنامج جسر الأكاديمي هو برنامج وضع من قبل مؤسسة قطر لمساعدة الطلاب في اجتياز الهوة التي تفصل بين الثانوية العامة والجامعات. نفعل ذلك من خلال مقررات، طالب يدرس مقررات في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والكمبيوتر، بالإضافة إلى مقررات أخرى في الإعداد للآيلز والسات والإس إي تي، وقد تخرج منه حتى الآن 2650 طالب. حالياً قاعدة أخذ مادة الكمبيوتر، كمبيوتر سكيلز، اللي قاعد يعطونا البيسكس اللي في الكمبيوتر اللي وايد بتساعدني في التخصص اللي أنا بدشه في كارنيجي ميلون. وعندنا هني برنامج في الجسر الأكاديمي اللي هو التسجيل التبادلي، اللي هو تقدر تسجل في كورسات في الجامعات الثانية، فإذا أنت حاب تدخل جامعة مخصصة فتقدر أنك تسجل في كورس هناك، وحتى أن هاي الكورس يكون فيه طلاب من الجامعة نفسها. يعطونا كورسز الآيلتس والتوفل والACT، وبعد يعطونا يعني كلابز مثل ساينس كلاب، لأن ما كنت أخذ ساينس أبداً في المدرسة، فوايد بيساعدني أن أدخل في جامعات الكيو أف أو برا. حاب أني أكمل أواصل تعليمي في جامعة تكساس A&M في قطر، كتر فونديشن. في كلاسات بعد الدوام هي اللي تنمينا في العلوم في الرياضيات وفي هالأشياء، يعني هي مثل كلاب إنه يساعدنا إن إحنا ننمي. وإن شاء الله أنا ناوية أدخل جامعة كورنيل، إن شاء الله بقدر أسويها. حصل برنامج الجسر الأكاديمي على اعتماد من قبل لجنة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة، ويتم في البرنامج أيضاً دراسة الرياضيات والعلوم ومهارات الكمبيوتر. إذن مثل ما تعرفون مشاهدينا الكرام ومستمعينا عبر إذاعة 97 FM، برنامج الجسر الأكاديمي هو إحدى برامج مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعتبر خطوة هامة قبل الالتحاق بأحدى الكليات وجامعات المدينة التعليمية أو غيرها من الجامعات. نعم ناصر، الحديث أكثر عن البرنامج والدفعة الجديدة معنا في الاستديو كل من الطالبين رجا صالح المري ومتعب محمد الرميحي. يا مرحبا ومسهلا فيكم، حياكم الله في استديو ترحيب. الله يرحب بك يسلمك. يا مرحبا ومسهلا فيك. الله يرحب فيك. يا مرحبا بكم. في لو نبدأ معك رجا، سبب اختيارك للبرنامج الجسر الأكاديمي واستعدادك للجامعة خلاله؟ هو أنا اخترت أساساً علشان أقدر أدخل واحدة من جامعات قطر فونديشن. نعم. لأن نسبتي في الآيلتس والACT ما كانت تساعد على دخولها. نعم. وبرنامج جسر الأكاديمي يعني بدل ما الواحد يقعد في البيت يضيع سنة من عمره، صحيح، يدش البرنامج هذا ويعزز قدرته في اللغة الإنجليزية والرياضيات، وإن شاء الله يقدر يدخل واحدة من جامعات قطر فونديشن. إن شاء الله. طيب رجا، قبل أروح المتعب أنا ودي أسألك، يعني شو الجامعة اللي أنت حط العين عليها؟ تكساس. جامعة تكساس. شو أنت بتدرس؟ هندسة ميكانيكية وهندسة كيميائية. الله يوفقك إن شاء الله. الله يوفقك. زين متعب، أنا ودي أسألك يعني شنو هي الفوائد اللي ممكن تستفيدها من برنامج الجسر الأكاديمي؟ الفوائد إن أنت يعني الجسر الأكاديمي هو
معنى منه انه نفس الاسم، هو الجسر يوصلك لين الجامعة. الجامعة. فهو الجسر الاكاديمي يعودك خليك تتعود على نظام الشغل، شلون انت لازم ما تتاخر. نعم. لازم تحضر كل حصه، يعني على كل شيء هم واثقين عليك. ف هاي من اهم الفوائد اللي انت تقدر يعني تعلم. تقصد اعداد الطالب للمرحله الجامعيه، الاعتماد. نعم. على النفس طبعا. نعم نعم. شروط الالتحاق وش يرجع اذا الواحد مثلا يبغي يلتحق في الجسر الاكاديمي، ايش اهم الشروط اللي لابد انها تنطبق عليه؟ اول شيء واهم شيء النسبه، نسبة الثانوية العامة. نعم. يعني إذا كانت نسبتها 75 أو فوق، ولازم يكون عندها آيلتس، شهادة آيلتس 4.5 أو فوق، ويعني يعطيهم صورة من البطاقة الشخصية أو إلى ذلك، ويدفع رسوم الملف اللي هي 500 ريال، يفتحوا له ملف عندهم ويردوا له بعد فترة أنها بيتم قبوله. نعم. ممتاز. الله يوفقكم ان شاء الله. طيب انا ودي اسال، طبعا ما في دراسه ما فيها تعب، اكيد واكيد طبعا كل شيء يجي بعد، وسبحان الله حلاوه النجاح بعد التعب الطويل. طيب انا ودي اسالكم سؤال موجه للاثنين، يمكن ابدا شوي، ابدا من متعب شنو هي اكثر الصعوبات اللي تعتقد انها قد تكون من اكثر المعضلات للطلاب الملتحقين في برنامج الجسر الاكاديمي؟ والله هن النظام كله انجليزي، يعني حتى النقاشات في الحصة كل شيء هو كل اللغة كلها إنجليزي. نعم. هاي أعتقد نهاية بيكون أصعب شيء، إن أنا حتى الرياضيات حتى المواد العلمية يعني كانت في المدرسة عندي يوم دخلت الجسر الأكاديمي. نعم. كل شيء تغير بالإنجليزي، يعني ما عندك الأستاذ يشرح لك بالعربي أو أي شيء، لازم أنت تعرف كل شيء بروحك. نعم. هاي أكثر شيء صعب. نعم. نعم. وبالنسبة للرجل شنو هي الصعوبات اللي قد تكون يعني معضلة بالنسبة لك في برنامج الجسر الأكاديمي؟ والصراحة يعني كل المواد يعني متعبة، لكن الجو الدراسي في الجسر الأكاديمي يعني هو صح إن إحنا نداوم من 8:30 إلى 2:30، وبعض الأيام من 8:30 إلى تقريبا 3:45، بس يعني مع الجو الدراسي ما نحس. نعم. بتعب. نعم. من الساعة 8:30 لين الساعة 3:30 بعض الأيام، وبعض الأيام من 8:30 إلى 2:30. ما شاء الله محظوظين. زين متعب، إذا لما نتكلم عن المواد الأساسية أو أهم المواد اللي تقدم لي في الجسر الأكاديمي، وش أساسيات؟ الرياضيات، العلوم، والإنجليزي اللي هو الكتابة، الإنجليش رايتنج. نعم. ثلاث مواد هي تعتبر المواد الأساسية، ولا هي بس هي فقط ثلاث مواد؟ هي هذه ثلاث مواد هي الأساسية، وفي مواد زيادة يعني عندك الكمبيوتر، عندك الأدب، الإنجليش الأدب، و بس هاي الحلقة يمكن هذه الأشياء اللي أنت خفتها. لا في مواد زيادة بس إن نعم يعني ما أدري الشباب زين، ما في حد منكم يبي يدرس إعلامي؟ يا ويلكم من حمد العيدة، يا ويلكم منه والله، نمسي عليه بالخير لو كان شان زعل منكم اليوم. ما في حد منكم عنده توجه إعلامي يدرس إعلام بعد يعني هذا البرنامج اللي يختص في الجسر الأكاديمي، حتى وإن كانت الدراسة خارج الدولة، يعني يمكن الموضوع شوي بعيد، أنتوا لكم أهداف هندسية، أنت تبي تدرس بتخصص الهندسة، لكن بالنسبة للطلبة بعد برنامج الجسر الأكاديمي شنو توجهكم؟ توجه الطلبة هو يعني شهادة الجسر الأكاديمي يعني. نعم. تقدر تساعدك على دخول أي جامعة في قطر فونديشن. نعم. يعني إذا شافوك خريج من الجسر الأكاديمي راح تكون فرص قبولك أكبر. صحيح. وهو على حسب كل طالب واختياره اللي يبي. نعم. لأن مثل أول يوم لما سوينا الاختبار التجريبي تحديد المستوى يقولوا لك أنت اختار الجامعة اللي أنت مهتم فيها. نعم. كجامعة أولى وجامعة ثانية. نعم. اللي اختار نفس الجامعة هذا يعني مهتم بالجامعة أكثر. صحيح. يعني مهتم أكثر من باقي الجامعات. نعم. فهم يعني راح يساعدونا قد ما يقدرون على هذا الشيء، يعني مثلا بعد الدوام يقدر يروح يتكلم ويتناقش مع المدرسين مع. صحيح. الإدارة، وهم راح يساعدونا على دخول هذه الجامعة. وتختار تكساس. ومتعب شو اخترت؟ نفس الشيء تكساس. بعد تكساس. شو التخصص اللي تبغي؟ نفس التخصص هندسة ميكانيكية. انتوا تتغلدون بعض ولا انتوا متفقين من قبل؟ لا الحين تو الحين قال لي قبل. اي تو الحين قال لك. الله ان شاء الله. زين احنا متواصلين معكم في حديثنا معكم ومع مشاهدينا الكرام، لكن بنروح فاصل قصير، بعد الفاصل راح يكون لنا ايضا حوار مع ضيوفنا الكرام وايضا مع ضيوف طلاب مبتعثين عبر سكايب في هذه اللحظات ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل.